في شخصية اليوم مش نحكيه على العضو السابق في مجلس نواب الشعب بشرى بالحاجة حميدة، أيضا المناضلة الحقوقية وتدوينة للنائب فيصل التبيني. أنا نحشم الحقيقة باش نعودها مضمون التدوينة هذه، تخلي برشا تفاعل وبرشا تضامن مع بشرى بالحاجة حميدة، والبعض يتساءل إذا كان نائب شعب يحكي بالمستوى هذا وبالأسلوب هذايا كيفاش نلومه على المواطن العادي. صحيح، يعني للأسف أنه يعني المفروض أنه النقاش ما ينزلش إلى مستويات يعني مدنية، خصوصا أنه نائب شعب يتحدث مع نائب شعب سابق وشخصية وطنية وحقوقية ويعني معروف دورها، يعني كان المفروض حقيقة أنه يترفع ويكون مستوى النقاش أو مستوى على الأقل الخطاب، إن كانت عنده مؤاخذات يكون ينجم يعبر عليهم سي التبيني بطريقة يعني أرفع منه. وهذا يعكس أحد أوجه العنف ضد المرأة اللي عنده برشا أشكال واللي فيه برشا قصص لا تروى وبرشا قصص مسكوت عليها لأنه المرأة تخاف، لأنه المرأة تلقى روحها في وسط محافظ، لأن المرأة تقول لك سايب عليا من الفضيحة، تخاف على سمعتها وعلى شرفها، وهذا موضوع يحتاج لوقفة تأمل. للأسف أحيانا يعني نطيحوا لمستوى ما يليقش، خاصة لما يتعلق الأمر بشخصيات عامة وشخصيات عندها حضور بارز في الشأن العام.